السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم طلبة وطلبات والأمور الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله مكملين مع بعضنا منهج اللغة العربية للترم الثاني 2023. يا ريت سنة خمسة الأول مرة تشوف قناتي تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. إن شاء الله هنحل مع بعضنا النهاردة اختبر نفسك على النص المعلوماتي قوانين الاحترام حول العالم من كتاب الأضواء صفحة 210. يلا بينا نشوف الفيديو. عندنا السؤال الأول، اقرأ ثم أجب. البيئة هبة الله سبحانه وتعالى للإنسان، فهي الطبيعة التي نعيش فيها ونستفيد منها، وهي الكائنات الحية والماء والهواء والتربة. وقد سخر الله تعالى البيئة لخدمة الإنسان وجعلها أمانة في عنقه، والمحافظة عليها ضرورة واجبة، خصوصا أنها أصبحت تتعرض في الآونة الأخيرة للكثير من أعمال التخريب والتلويث، مما زاد من اختلال التوازن البيئي. ومن هنا تعتبر المحافظة على البيئة من الأولويات لتجنب جميع الأخطار الناتجة عن تلويثها. نشوف مع بعضنا الأسئلة. رقم ألف، هات من الفقرة مرادف إيه؟ هيئة. طبعا هيئة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى سخرة، موجودة معايا في القطعة. رقم اتنين، جمع طبعا إيه؟ الكائن. طبعا إيه جمع الكائن؟ الكائنات. نشوف مع بعضنا السؤال رقم باء، يعني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد، سخر الله تعالى البيئة لخدمة الإنسان، طبعا هنا العبارة صحيحة. رقم اتنين، المحافظة على البيئة ليست من الضروريات الواجبة علينا، طبعا هنا العبارة خاطئة. رقم جيم، الماء الذي تتعرض له البيئة في الآونة الأخيرة، طبعا قلت بكتب لك كده تتعرض للكثير من أعمال التخريب والتلوث. رقم دال، قال لي لماذا تعود المحافظة على البيئة من الأولويات، طبعا لتجنب جميع الأخطار الناتجة عن تلوثها. السؤال الثاني، أجب عما يلي. رقم ألف، حدد المضاف والمضاف إليه في الجملة التالية. إحنا عندنا المضاف يا سنة خمسة بيكون اسم نكرة وبيسبق إيه؟ المضاف إليه. لكن المضاف إليه بيكون اسم معرفة بيحدد الاسم النكرة الذي قبله وإيه؟ ويخصصه. طبعا عندي الكلمة المضاف هنا كلمة إيه؟ كتاب. والمضاف إليه كلمة إيه؟ كلمة الأضواء. كتاب الأضواء رائع، يبقى عند المضاف هنا كلمة كتاب والأضواء هي الايه؟ المضاف إليه. يبقى نكتب كده المضاف كلمة كتاب، والمضاف إليه كلمة ايه؟ كلمة الأضواء. رقم اتنين، حث الإسلام على خلق ايه؟ العفو. عندنا هنا كلمة المضاف هنا هي كلمة ايه؟ خلق. يبقى نكتب كده المضاف كلمة خلق، والمضاف إليه كلمة ايه؟ العفو. المضاف إليه كلمة ايه؟ العفو. رقم ثلاثة، حديقة الزهور جميلة. حديقة الزهور جميلة، طبعا عندنا المضاف كلمة حديقة. المضاف كلمة الحديقة أو كلمة حديقة، والمضاف إليه كلمة إيه؟ الزهور. المضاف إليه كلمة إيه؟ الزهور. رقم أربعة، ذهبت إلى مكتبة الإسكندرية. طبعا عند المضاف كلمة المكتبة، هنكتب كده المضاف كلمة المكتبة،
كلمات مكتبة بس كده. والاسكندرية طبعا هي المضاف إليه، المضاف إليه كلمة الاسكندرية. نشوف السؤال رقم ب، جل ضع في المكان الخالي مما يأتي، مما يأتي عايز ايه؟ مضاف. هو عايز هنا في النقط اللي معايا هنا عايز ايه؟ مضافا. رقم واحد نقط النيل عذب، نقول ايه؟ نهر النيل عذب، نهر النيل ايه؟ عذب. رقم اتنين نقط القصص ممتعة، نقول مثلا ايه؟ هنا ينفع نقول نهر، وينفع برضو نقول ايه؟ ماء. ينفع نقول نهر النيل عذب او ماء النيل ايه؟ عذب. رقم اتنين نقط القصص ممتعة، نقول مثلا ايه؟ احداث القصص ممتعة. رقم تلاتة نقط الفقير واجبه، نقول ايه؟ مساعدة الفقير واجبة. رقم اربعة نقط الوطن من الايمان، نقول ايه؟ حب الوطن من الايمان. رقم خمسة نقط الفريق مثمر، نقول مثلا ايه؟ تعاون الفريق مثمر، تعاون الفريق مثمر. رقم ستة نقط العنب لذيذ، نقول ايه؟ مذاق او طعم العنب ايه؟ لذيذ. نشاط رقم جيم، قال لي ضع في المكان الخالي مما يأتي مضافا اليه، عايز مضاف ايه؟ اليه. رقم واحد صوت نقط جميل، ممكن نقول ايه؟ صوت العصفور او صوت الهدهد، صوت الهدهد ايه؟ جميل. رقم اتنين عسل نقط فيه شفاء، عسل طبعا ايه؟ النحل. رقم تلاتة رقبة نقط طويلة، طبعا رقبة ايه؟ الزرافة طويلة. رقم اربعة الخرطوم عاصمة طبعا ايه؟ السودان. رقم خمسة هوايتي قراءة نقط، مع ايه؟ قراءة القصص. رقم ستة قال لي من اجمل الاعياد عيد طبعا ايه؟ عيد الاضحى. نشوف السؤال رقم دال، بيقول لنا ايه؟ تخير الصواب. نقط الرجل الصلاة، يأذن يؤذن يؤذن، طبعا هنا عندي الإجابة الصحيحة طبعا كلمة ايه؟ يؤذن. ترسم الهمزة هنا على ايه؟ على الواو. يؤذن الرجل للصلاة. وبكده يا سنة خمسة وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ياريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو، وإن شاء الله هتلاقي كل دروس الموضوع الرابع مشروح ومحلول عليها كل تدريبات الأضواء في قوائم التشغيل سنة خمسة ابتدائي ترمتين 2023، وكمان حل الكتاب المدرسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.